Subject verb agreement اتفاق الفاعل والفعل صيغة إس للمفرد الغائب تستخدم صيغة إس للفعل في زمن المضارع عندما يكون الفعل مفرد غائب لجميع أنواع الفعل الأخرى استخدم الصيغة الأساسية في زمن المضارع مثال الصيغة الأساسية I live in Athens They live in Cairo The Smiths live in Rome. صيغة S. He lives in Cyprus. She lives in Malta. Omer lives in Tanta. Miss Hala lives in Milan. الفعل have. صيغة S للفعل have هي has. We have a winner. He has a car. الفعل be. صيغة S زمن المضارع لبي هي is أما لزمن الماضي فهي was تستخدم was أيضا مع ضمير المتكلم المفرد I في زمن الماضي تستخدم am في زمن المضارع تستخدم are مع صيغ الفاعل الأخرى في المضارع و were تستخدم في الماضي She's here He is not here I'm here too You are right. They are wrong. She was home yesterday. Ron wasn't home yesterday. I was here yesterday. We were here too. الأفعال المساعدة عندما تستخدم الأفعال المساعدة فإن الفعل الأول فقط هو الذي يضاف له اس الغائب. Ellie doesn't like spaghetti. Elsa is eating her dinner. Omer is going to eat later. Sharif has eaten lunch already. الأفعال الناقصة لا تستخدم صيغة إس للفعل في وجود أفعال ناقصة بغض النظر عن الفاعل. حاتم can eat 12 bowls of rice.